كنت واجد انا في هذا المهرجان ديال تيفلت اللي هو غادي يكون سنوي ان شاء الله، ولي اول مره كنشارك فيه ونتمنى ماشي اول مره واخر مره. بالنسبه للجمهور ديال تيفلت والجمهور ديال الزعير او الخميسات وهاد الناس كلهم، الجوار ديال تيفلت كلهم عشت معاهم وكبرت معاهم وعارف لي السيستم ديالهم، وغادي نغني ليهم ان شاء الله وغادي نفاجئهم ان شاء الله بشي غنى ديال المنطقه ديالهم، لان ما كنغنيش انا كاع المناطق كان ممكن اذواق كنطرقهم، ولكن اليوم كان غادي نحتفل بهم نحتفل معاهم ان شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديال هذا الجمهور هذا. شكرا. هذه الوديله ديال الماري الله يرحمه نتمنى الناس كلهم يترحموا على واحد الاستاذ اللي هو كان هنا صديقي، وهو ميلود المغاري رحمه الله، اللي كان واحد المنافس ديالي يعني حبين، وكان صديقي من منذ الطفوله، وكنا تنتنافسوا يعني واحد المنافسه اللي هي شريفه، ونوجه ليه الرحمه والغفران ان شاء الله هذاك الاستاذ، ونتمنى ان شاء الله التلاميذ اللي هما ولاد المنطقه هنا يتلمذوا على هذه المدارس هذو اللي اصبحت مشهوره في المغرب كله. نتمنى حظ سعيد لهاد الشباب تما خاصهم ينتميوا لهاد المدارس هذو. في نفس الوقت راني عملت واحد المبادره اللي هي مسابقه درتها لهاد الشباب باش ندعمهم ونخليهم باش يحسوا بانه واحد الاهميه اعطيناها لهم باش ممكن يبقى مستمر هذا اللون الشعبي. هذا هو المضمون من هذا الشيء كله. تبارك الله عليك. اخر كلمه وهو نقول للناس ديال تيفلت نتمنى نكون ان شاء الله ماشي ثقيله عليهم. وعواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد مسبقا.